للحديث أكثر عن نفوذ الميليشيات في العراق ومحاولات الولايات المتحدة الحد منه وموقف الكاظمي في هذا الملف، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، مرحبا بكم. يعني في ظل تصريحات مسؤولين أمريكيين بأن الميليشيات تقدم مصلحة إيران على مصلحة العراق، هنا هل نتوقع أن تجبر الإدارة الأمريكية حكومة مصطفى الكاظمي على المطالبة بالإبقاء على القوات الأمريكية في العراق؟ أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك دكتور. أنا باعتقادي أنه الميليشيات الآن هي رأس رمح لإيران بالتدخل الفظ بالشأن العراقي، وهذا جاء نتيجة مقتل قاسم سليماني، أنه دفعت إيران باتجاه تشديد الحملة الموجودة على الولايات المتحدة، ولذلك دفعت بممثليها في البرلمان باتخاذ قرار بطرد القوات الأمريكية باعتبار أن هؤلاء هم مقاومون وضد الاحتلال. دكتور محمد، يعني في هذا الإطار كيف ستكون العلاقة بين الكاظمي والميليشيات فيما لو طلب الكاظمي فعليا وصراحة الإبقاء على القوات الأمريكية في العراق؟ كيف ستكون العلاقة بين الكاظمي والميليشيات؟ أنا باعتقادي أنه العلاقات راح تتوتر وبشكل شديد، باعتبار أنه إيران هي تدفع هؤلاء الميليشيات من أجل تثبيت أقدامها داخل العراق والإبداء بأمور تخص القابع الإيراني، لأنه إيران تريد أن تجعل من العراق ساحة لتصفية الحساب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا الموقف سيسبب كثير من المشاكل لمصطفى الكاظمي، ويكون هو بين حدين بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لا، لكن دكتور في المقابل، يعني الذي مؤشر، هناك كتل سياسية تراجعت عن مطالبتها بخروج القوات الأمريكية من العراق، كيف نفسر هذا التبدل في مثل هكذا مواقف دكتور؟ أعتقد أنهم الآن قسم من هذه الميليشيات التي تراجعت فهمت جيدا أنهم الآن بحاجة للأمريكان لبقائهم، بحجة أنه هناك دواعش والأمريكان متواجدين للدفاع عن العراق. فأنا باعتقادي أنه العراق ممكن أن يدافع عن الوطن بدون هذه الاحتلالات. نحن لا نريد لا الأمريكان ولا الإيرانيين ولا غيرهم من المحتلين، نعم. لأنه الجيش العراقي يجب أن يتوحد من أجل الدفاع عن سيادة البلد، بدلا من هؤلاء الذين يتصورون أنه بدونهم لا يمكن أن تبقى لدولة العراق قائمة، وإنما بالعكس هو الآن هم يرسمون ويخططون للوجود الإيراني. نعم دكتور محمد، يعني توقعتم أنه ستكون هناك توتر بين الكاظمي والميليشيات في طبيعة العلاقة بين الطرفين، لكن هل نتوقع مزيد من التوتر بين الميليشيات والقوات الأمريكية على غرار الهجمات التي وقعت بعد مقتل قاسم سليماني؟ بالتأكيد أنه الإيرانيين راح يدفعوهم بهذا الاتجاه من أجل أن يضربوا القواعد الأمريكية المتواجدة في العراق، نعم. إضافة لذلك السفارة الأمريكية الموجودة في المنطقة الخضراء، وهذا ما جرى في الأيام القليلة اللي ذهبت، ولذلك نجد أنهم ينفذون هذا المخطط بشكل مدروس ومرسوم لهم وفق هذا المخطط. فالموجود أنه حاليا على العراقيين أن يفهموا هذا الدور الإيراني، وجعل العراق هو ساحة لتصفية الحساب
بين الأمريكان والإيرانيين. دكتور محمد، هل يستطيع مصطفى الكاظمي المدعوم كما يعني يقال بأنه مدعوم من قبل الولايات المتحدة، هل يستطيع إنهاء الميليشيات؟ هل يستطيع أن يخلي العراق من الأسلحة المنفلتة دكتور؟ والمفروض، لأنه هو جاء في برنامج عمل طرحه أمام البرلمان بأنه سلاح يجب أن يكون سلاح للدولة فقط وليس للميليشيات. نعم. فعليه أن يفي بوعده، ولذلك تقييم أظافر هذه الميليشيات يعزز من موقف وهيبة الدولة العراقية، لأن الميليشيات منفلتة، وما يقع الآن من اغتيالات وما جرى حاليا من ضرب هنا وهناك بصواريخ خارج إرادة الدولة، فهذا هو انفلات يعطي للمتلقي بأنه هذه ليست دولة، وإنما هذه دولة لا دولة. بهذا التعريف أنا أقولها علنا وأمام الملأ. من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لكم.